هذا وتستمر فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من الشركات العالمية والمختصة في مجالات التقنية والتكنولوجيا. معرض جيتكس للتقنية يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التطورات التقنية وكيفية الاستفادة منها في شتى مناحي الحياة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. تستمر فعاليات أسبوع جيتكس التقنية في مركز دبي التجاري العالمي بحضور عدد من الخبراء والمختصين في قطاع التقنية لمناقشة أبرز مستجدات القطاع التقني. اليوم شاركين في أكثر من 30 مشروع، مشاريع مختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الـIoT، في مجال اللي هو إنترنت الأشياء، وأيضا مجال الروبوتات والميتافيرس. الشيء الجديد اللي عندنا في هذه السنة الديوافيرس كونسبت، طبقناه عبارة عن 7 حالات استخدام مختلفة في مجال الميتافيرس، منها على سبيل المثال تطوير خدمات المتعاملين في هذه خلنا نقول البيئة الافتراضية من خلال الميتافيرس، وأيضا تعزيز بعض خدمات التدريب أو برامج التدريب من خلال هذه التقنية. هذا وتضمن المعرض عددا من المنصات والشركات العالمية وأبرز المشاريع وبرامج تدعم الجهود الدولية في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. تتمحور حول تحليل مياه الاتزان اللي موجودة في السفن، بحيث نستطيع نكشف عن المياه هذه إذا كانت صالحة لتسريبها في مياه البحار أو لا، ونشوف نسبة الشوائب اللي فيها، وعلى أساسها نتم اختار صاحب السفينة بتفريغها بطرق أخرى. هذه من ضمن المبادرات. مبادرة أخرى أو خدمة أخرى نحن قدمناها في جيتكس 2022 هو التصريح، نظام التصريح يأهل الأفراد سواء كانوا مقيمين أو زائرين دخول لمناطق المؤسسة للبوابات الذكية التابعة للمؤسسة والمناطق الحرة التابعة للمؤسسة بطريقة سلسة وسهلة دون عناء الانتظار عن طريق التطبيق الذكي. المعرض يناقش أبرز القضايا العالمية التي تخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية استخدام التكنولوجيا نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد. تطبيقات وتقنيات متطورة تستعرضها كبرى الشركات العالمية في المعرض. لتلفزيون مملكة البحرين، دانا بشيتي، دبي.